طبعا هو يعني بتكلم انا في حلقات الجايه ان شاء الله عن حليمه، بس امس كانت حليمه في تو الليل. طبعا انا لما شفتها قلت يعني انا حليمه لما اشوفها دائما اقول يا صبر الارض. ليش شنو هو يا صبر الارض؟ طبعا هي كلمه مشهوره عند اهلنا في المملكه العربيه السعوديه، ان ايش كثر متحمله هالارض، ايش كثر شايله. انا اول شيء ان شاء الله والله الشابو اللي حاطته امس في تو الليل، يعني والله غلطانه حليمه، ترى على فكره مو فوازير جاردن سيتي، يعني والله العظيم ايش فيك. وثاني شيء يعني انا الاشياء اللي تضحكني، من الاشياء اللي تضحكني والله، انا شوفوا والله يعني انتم ترى اللي تجيبون كلام حق نفسكم، ترى والله ترى ايمان في تو الليل لازم تؤمنون بشغله، ان انتم مو تبو يعني تعبت اقول لكم تبوقون مني، انتم تاخذون فضلتي، شنو انا اقول؟ اللي بعده اللي بعده اللي بعده، لما ضحكتني لما قالت لها قالت لها انت يا ليش تهديد من داعش على صورتك مالت اللي في البحر، بابا داعش فاضيين حق حليمه؟ اساسا يهددونها؟ ايش يبون فيها؟ يبا داعش عندهم مزز، اوكي؟ يعني جايبينهم من كل العالم، ايش يبون في حليمه؟ عندهم كذي كذا عندهم مزز، عندهم مو حليمه واحده، عندهم جيش حليمات من اللي جايه من اسكتلندا، اللي جايه من قبرص، اللي جايه مش يعني حبيبتي ناس، اوكي لما تشوفينا عطوا عقول هل الشمال صدق كذب، اوكي هاي بشر لو انسان، يعني بشر انسان اوكي، وعندهم يعني بس انا اللي تحكيت نزلت الصوره وقلت في حلق في حلقتي، يعني انت كنت تحكين في لقاء مالك في مجله سمره تقولين متصوره على البحر اللبس لاصق عليك من ومحدد والماي ومرشرش وكذي والحياه، وتقولين انا ماريا دفعتني للنضوج، قلت لي يابا هذا ياهو نضوج اللي قاعده يابا يعني حليمه تحكين عنه، اذا هذا النضوج عدم النضوج ازاي؟ فقلت لك قلت لك قلت يا حليمه راجعي نفسك قبل ما داعش يحطونك على اللسته، اي عند ايمان نجم شلون؟ لا هي داعش هددت حليمه، فاضيين حق حليمه؟ اي اي صدقين هم شكلهم، انا اقول ايمان هي شكلهم يعني اي عارضين عليها، هم كانوا عارضين عليها تسوي لهم فوازير داعش بصراحه في مسابقات الجاية، يعني بياخذون حليمة بيودونها في منطقة الرقة اوكي في سوريا، وهناك تعاد الجو بديع وافلي على كل المواضيع، الناس فاضية هذا الناس يعني فاضية، تعال والله هددوا حليمة، شو يبون في حليمة؟ شو يبون في حليمة؟ يعني بس محمودة وانا انا تعب ولا انا طبعا بتحكي على لقائها مع صالح مذيع عراق صالح راشد فريد كاربت، لما قاعد يقول عن اسعار ازيائها وتقول له لا صالح انت قاعد تستغل علاقتك فيني وتقول اسعاري اللي انا اشتري فيها ملابسي، حسستيني ان انت حاطه غرفه في بيتك حق صالح اوكي، بس يقطع التكت يشوف كم كل وحده من ازياء كم مكلفه، هو عاد يحتفظ فيها عشان الحلقه اللي جايه بينكم اوكي، وحلقه مسجله وما شو صايره، وهي لم اندم على القذافي ان انا خليت، طبعا طبعا في حد انت مصدقك انت كثر راح تردين اي شيء، لا يا حليمه شوفي حليمه انت موضوع القذافي سالفه انك ترجعين الطقم، اساسا الطقم كله على بعض الحين ما اعتقد انه يسوى، بس اول الناس لما قاعد تقول انت يعني هذا فلوس الشعب الليبي وما ادري شنو وكيت وكيت وكيت، اول شيء ليبيا الحين مو فاضيه لك على سالفه الطقم مالك اللي خذيتيه من عند القذافي، ليبيا عندها داعش ليبي هناك ومشغولين اول امس ذابحين فمو فاضيين حق الطقم مالك، خليه اوكي شوفي له يعني موضوع
شوفي له لقاءات ثانيه او شوفي يعني جهات ثانيه، لكن داعش حن ليبيا مو فاضيه حق الطقم مالش مال القذافي نهائيا. بس هو اذا يعني تحكي انه هو يقولون ان انت خذيتيه من نفس فؤاد الهاشم، قال خذيتيه هذه فلوس الشعب الليبي يا معود انت يعني انت، انا كلمه اقول لك يا انت بعتي كرامه بلدك لما رحتي قبلتي تكريم القذافي تحت اي مبدا؟ ما في احد كويتي راح حق القذافي. انت بعتي كرامه وطنك مع انسان لاخر لحظه في حياته كان يرفض كيان الكويت كدوله، وراجعوا كل خطاباته موجوده على اليوتيوب الله يجحمه مطرح ما راح. كان يقول من هو مو السالفه من الناس على بالهم، في ناس تقول لك لا 90، هي مو 90، هي مو ايام الغزو العراقي على الكويت لما كان شو اسمه يقول لك هو كان رافض ان تحرير الكويت. بابا هو مو رافض تحرير الكويت، هو رافض لما ظل لما ال 1000 2004 2005 2006 2007 لما انقتل، هو كان رافض كيان الكويت كدوله. يقول الكويت ما يصير تصير دوله، يا تروح يا تنضم للعراق يا تنضم للسعوديه، مو هو حلال ابوك انت اللي قاعد توزعه. فانت بالطقم هذا بادلتيه بكرامة وطنك الكويت اللي منها نبدأ وإليها نعود. الكويت نعيش فيها وناكل من خيرها، ولو نقتل ولا نموت موتة ربنا بترابها يغطينا. دولة هي الروح، هي الأكسجين. إنسان ما يقدر يعيش من غير وطن. عشان يبيع كرامة وطنه حق إنسان مرتزق نفس القذافي. بالطقم هذا كل ما تشوفينه تذكري إنه ما في أحد كويتي شريف راح حق القذافي. ليش فؤاد الهاشم ما راح عند القذافي؟ ليش الكتاب كلهم ما راحوا عند القذافي؟ ايش معنى انت اللي رحت ركضتي عند القذافي؟ عشان بس تكريم. صدق رحتي مع زوجك؟ ما قلنا ما نقول لا. يا اما انت لازم تعترفين يا حليمه ان انت يا انسانه ما عندك ثقافه، لان المثقف يعرف، المثقف هي المطالعه اليوميه اللي يشوف من ما يحدث. مو بس يتصور مع شخصيات. ريال ظل لاخر لحظه في حياته يرفض كيان بلدك. اهان بلدك، رحت ركضتي اعطيتي، تبادلتم كرامه الوطن بطقم الماس. خلاص انا استثنائيا، انا الصراحه استثنائيا نايف مخيني اشرب شاي عادي يعني. مشكور نايف خليتني اشرب شاي. الحلقة حلو استثنائيا. لا الصراحة نايف انت على قولة هل الشمال يابا انت كلش زين كلش زين. اطلع 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 والله حسنة اطلع